سارة أنا مو بس أحبك، أنا أموت فيك، بس الشيء مو بيدي. شنو يعني مو بيدك؟ ليش ما قلت لي من البداية إنه مو بيدك؟ ليش خليتني أحبك؟ ليش ضيعت 5 سنين من عمري على الفاضي كذي؟ ليش؟ سارة قصدي حسيت في ناس بالطقاق الناس ما حد همني. ليش حسسني إنك ريال تقدر توقف بويه وبوك وتتحكى معاه وتقول له عنه؟ ليش جيت حق اهلي وقلت لهم ان بنتكم حقي؟ ليش سويت كل هذا؟ ما توقعت ان الامور راح توصل لهالدرجه، ما توقعت ان اهلي راح يوقفون لهالدرجه، حتى اخوي انور ترجيته ما رضى، قريبه ابو سريونه. يلا يوفقك مع غيري ويختم ايش يصير. هالسهوله؟ ما تبيني؟ عادي عندك اكون من نصيب احد غيرك؟ ممكن افهم شلون تبيني وتحبني وانت بتزوج واحده ثانيه وعرفتك بعد سنين؟ غصبا علي. لا تقول غصبا علي. واهلا اهلا يقهروني، شقد هالاهل سمعاني، الاحبه حب جنوني، شلون سواها وقبل؟ حلم هذا لو حقيقه، قبال بيتي هالموسيقى وعلى القلب طعنات شنها، هاي الدقات الطبل باركوله باركوله، اليوم عرسه باركوله، عزو قلبي عزو قلبي ما تهسه.